نفسنا نطبق نظام طب الاسره في مصر كويس، ويكون تفعيل الملفات مش بس الارقام اللي بتبقى موجوده. يعني يا ريت لو كل واحد يبقى بالرقم القومي بيدخل بالنظام، يدخل النظام الصحي بيه ويتم الكشف عليه ويصرف العلاج بيه، ويتم تفعيل ده عن طريق نستخدم التكنولوجيا الجديده، يعني ندخل النت، تبقى في شبكه نت في الصيدليات وبين المراكز الطبيه الحكوميه وحتى المستشفيات الخاصه. انا بطلب طبعا الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر للاطباء علشان يكون طبعا طبيب مؤهل ان هو بيتعامل مع المريض بشكل صحيح، ولان هو بيقيم في الاخر، فما اقدرش اقيم طبيب مش مؤهل اصلا. اهتمام بالتعليم الطبي المستمر للاطباء دي نقطه مهمه جدا والناس بتغفلها، لان هم دايما يعني بيبقى اللي يجي التفتيش او المرور او الرقابه بتبقى على وجود الطبيب او لا. طب انت شفت الطبيب ده كفء انه يعالج الناس اللي موجوده دي في المستشفيات الحكوميه بالذات ولا لا؟ دي نقطه مهمه جدا، يعني التعليم الطبي المستمر، مراعاه الرواتب الى حد ما، يعني ابتدى يبقى في تحسن مش هننكر، بس مراعاه الرواتب بالنسبه للأطباء بقول للتمريض بحيث تبقى كافيه انه يعيش حياه شبه كريمه، مش هنقول كريمه قوي يعني، احنا يعني مقدرين برضو وضع الدوله، ويعني الاهتمام برضو بالنواقص الموجوده في المستشفيات وتحسين الخدمه الطبيه. تطبيق الكادر بتاع الاطباء بحيث ان الدكتور يبقى متفرغ للمستشفى، ما يبقاش عاوز يروح عياده مثلا بتاعته عشان طبعا مرتبه مش كفايه وكده، فيبقى بيدي كل وقته للمكان اللي هو بيشتغل فيه، وده يكون افضل بالنسبه للمريض. يعني احنا نتمنى ان هو طبعا يدينا حقوقنا عشان نقدر نأدي واجباتنا صح، فاحنا دلوقتي بنطالب كلنا بتطبيق الكادر، وفي نفس الوقت يكون يعني يحقق لنا احتياجات كل مكان ايه هو اللي محتاجه، ويكون فعلا كل مريض ياخد حقه، يعني مش في العلاج بس، حتى في المكان يكون مكان نظيف وكويس، التجهيزات نفسها تكون موجودة عشان يساعد الأطباء، التمريض، العمال، إن احنا نأدي أحسن ما عندنا للمريض. الأجور وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمرضى، والفاسيلتيز، الأجهزة، الفحص للفحص والسيرفي، ان انا اكتشف العيانين قبل ما يجي لهم مرض السكر، عمليه مسح في المدارس في الجامعات عشان اكتشف المرض، لان الوقايه طبعا زي ما انتم عارفين اهم من العلاج. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري مع ضيف العزيز دكتور احمد عماد الدين وزير الصحه والسكان. الدكاتره طرحوا حاجات حضرتك جاوبت على بعض منها، قبل ما هروح لبعض التفاصيل عايز اضمن وقتي فاخد الملفين الرئيسيين، او هم ثلاثه بالظبط عايز اخدهم في ربع ساعه. عندي ملف الالبان فنبتدي بيه. حضرتك ناقشت وطرحت على السيد الرئيس ازمه الالبان، الخاصه البان الاطفال. احنا طبعا برضه لو جيت اتكلمت عليا انا جايب خلفيه ان انا استاذ جراحه عظام، انا مش دعوه بالاطفال ولا الالبان، وعميد كليه الطب برضه، ما كنتش عارف هذا الملف خالص. انا فوجئت بيه اول ما جيت الوزاره. تمام. فوجئت بيه ان انا تاني يوم اللي مسكت الوزاره يوم الاحد وانا جاي من بيتي في العربيه لقيت فيه استغاثه من شركه بتقول اللبن ومش اللبن، وبديت ادخل بقى في قصه شركه القبضه اللي بتقول انها هتفلس لو اتاخد منها. هي القصه طبعا احنا خلينا نبص بقى للموضوع، بلاش بقى نتكلم حصل ايه وتم ايه، تعالى نتكلم عليها كبلد كدولة. هل احنا بنحتاج البان؟ طيب الطفل بياخد لبن قد ايه واحتياجاته قد ايه؟ كل طفل بياخد حتى من حوالي 4 علب الى 8 علب بير مانث على الفترات العمرية المختلفة، من اول ما يتولد لغاية ما يوصل لسن سنتين. تمام. طيب بنحتاج كمية البان، طبعا بنحتاج كمية كبيرة. مصر او الدولة بتدعم جزء من الالبان، لان الالبان دي غاليه جدا في ثمنها في الصيدليات اللي هي الالبان الخاصه اللي بتتباع ب 55 وب 60 بالظبط كده. نعم. ب 60 جنيه العلب، فبتدعمها بمجموعه البان. ده اللي بقى لما دخلت في دراسه هذا الموضوع، بكميه تكفي غير القادرين زي ما احنا بنقول. نعم. بتصرف عليها مصر في كدعم مبلغ جامد، مبلغ جامد، بتصل لقد ايه؟ بتصل من 800 مليون الى مليار بيرير في كل سنه. طيب كعمة اللبن، جل لبن، ايا كان بقى الطريقه اللي بيجي بيها مش هنتدخل فيها، خلاص خلصنا يعني منها. طيب بعد كده هل هذا اللبن بيروح لغير القادرين؟ لا. تمام. ده مش صح. البان دي بتيجي في شركه بتقوم بتوزيعها، في ناس بتقوم بتوزيعه،
اللي بيحصل اللي انا عرفته ان اللبن ده ما بيروحش للمحتاجين، بيتسرب، بيتسرب وبيتسرب لمصانع الحلويات وبيتسرب لكل مزارع المواشي، مواشي، وما بنشوفوش اللي بني ادم او الانسان الغير قادر اللي محتاجه. تمام. طيب يبقى احنا مبدئيا محتاجين نعمل منظومه الاول ننظم بيها توزيع هذا اللبن. المنظومه الوحيده اللي نقدر ننظم بيها توزيع هذا اللبن هي نفس منظومه كارت التامين وكارت البنزين. كارت البنزين مفيش غير كده. الحقيقه برضو رئيس الوزراء طلب مني ان انا اقعد عنده في احد الناس، ولقيت الملف ده كان موجود ومطروح وفي موجودين ناس في وزاره الصحه شغالين فيه، قعدنا عشان نفعل هذا الكلام، وبقى فعلا الكارت ده وخلصنا هذا الكارت وبقى الكارت ده جاهز لتوزيع اللبن. طيب يبقى ده جانب. الجانب الثاني، طيب هنجيب اللبن ازاي؟ كل سنه، كل سنه هنعمل مناقصه. طيب، طب مناقصه عامه ماشي، ومناقصة العامة تخش فيها كل الشركات، ومرة هنقول المناقصة ديت فيها مشكلة، لا المناقصة دي في واحد خد فلوس زيادة، ده دخلنا شركة خاصة، ده جاب شركة حكومية، ده المواصفات مظبوطة، ده المواصفات مش مظبوطة. طب والحل ايه؟ طب ما نجيب من الآخر. طب ما نعمل مصنع لبن. مين اللي جاب من الآخر؟ الرئيس. الرئيس اللي جاب من الآخر. قال لي طب ما نعمل مصنع لبن. الحقيقة انا لما قال لي كده انا فوجئت برضو مره تانية وثالثه، انا جايب خلفيه واحد ما هوش انا راجل قرار وزاره الماليه اهو. لا القرار ده بقى ده قرار جميل جدا. هو لما قال لي الرئيس الكلام دوت، الحقيقه انا خدته ورجعت مكتبي وبديت بقى ادرس، طب يا جماعه مصنع اللبن ده بيتعمل ازاي وهيتكلف كام وهيتكلف كام وايه حكايته. لقيت الاتي، لقيت ان مصنع الالبان ده بيبقى نوعين، يا اما ان انا بجيب عشان يبقى مصنع البان بجد لازم تكون عندي مزرعه عجول بتنتج البان، وهذا المصنع ده يتعمل بالتعاون مع وزاره الزراعه. حلو. وبعدين يبقى عندك المصنع، وده يصل الى 800 مليون جنيه. اقل من اللي بندفعه سنه؟ اقل من سنه، وده بقى هو الماكسيموم اللي هو احلام اي مصنع ان يبقى عنده المزرعه الأطفال والمصنع. الاطفال تهيز بقى. بالظبط. كويس. ولبنه وعماله. بالزبط. وتشغيل. بالظبط. بالظبط، ويكفينا تماما، ويكفي احتياجاتنا تماما. ولا مناقصه ولا ممارسه. والرئيس خد القرار. وخد القرار بالكلام دوت واداني الملف دوت عشان انا اشتغل فيه. طيب. طب انا هاجي النهارده كوزاره هشارك فيها ازاي؟ دخلت طبعا لازم يخش معايا وزير الاستثمار. طبعا. ولازم يخش معايا وزير التخطيط، من الاخر الناس اللي بتفهم في ازاي تعمل مناقصه عامه وندخل الاستثمار ازاي، ولا احنا هنعملها بس ولا هندخل استثمار اجنبي. وبدينا نعمل التيمز، ولغايه امبارح انا كنت بتكلم معالي الوزير اشرف العربي، قلت له بص لما هنعمل الكلام ده انت معايا وشود بي وذ مي والكلام ده كله، وهنقول الكلام ده ونرفعه لمجلس الوزراء لاخذ قرار بيه. لغايه ما جت ايه، لقيت حاجه جميله جدا جات لي، الورقه اللي هي مطروحه عندكم دي. الورقه دي مكتوب فيها ايه؟ برضه زي ما احنا بنقول احنا ما بنبتديش فروم سكراتش. كان الدكتور عادل عدوي خوفا من ما يحصلش فيه يحصل فيه شورتج في الالبان، احنا عندنا على فكره لبن يكفينا مدعوم 6 اشهر 0.2. والله برافو عليك. 6.2 عندنا اوريدي، ومع ذلك عندنا. كان جوه في الوزاره بيقولوا اللبن نفد والحقونا. لا يا فندم، اللبن عندنا يكفينا 6.2 مانثز نعمل فيها المناقصه الجديده ونخلصها، وان شاء الله يجي لنا اللبن ونخلص. لكن جالي بقى جواب غريب جدا، جالي من معالي وزير الماليه الدكتور هاني قادر دميان اللي بيطلع الجنيه كده. ايوه. بيقول لي كالاتي، باعت هذا الجواب لاحمد عماد الدين راضي بناء على خطاب كان جاله من الدكتور عادل العدوي بتخصيص مبلغ عشان يجيب بيه ال 25%. المبلغ ده كام؟ 226 مليون جنيه، ده اللي موجود في الورقه ديت. 226 مليون جنيه جولي وزاره الصحه اهي زي ما هي كده وقعوا في ايدي. ايوه. دول هيبقوا نواه مصنع الالبان. طب وهتكملوا ازاي؟ هنكمله بقى باي استثمارات، لكن كده انا عندي زي ما بنقول ايه الكيستون. بس ده رايح مباشره للجهه المورده للالبان؟ لا، ده مكتوب كلام واضح جدا، ده موجود كذا الكلام بكل بساطه اخر سطرين. كل بساطه هقدم هذا الى مجلس الوزراء لعمل مناقله. مناقله ان بدل ما يجي دوت وديه لشركات الالبان يتحط تحت عنوان مصنع الالبان، ونبتدي فيه مع الدكتور هاني قادري والدكتور والدكتور اشرف العربي وزير الاستثمار. طب المناقصه للالبان اللي هتيجي المده دي اللي هتغطينا، انا عندي 6 شهور، حاطط حضرتك الخطه المصنع ده خلال قد ايه؟ المصنع ده لو احنا عملناه في الكلام دوت في خلال سنه هيكون شغال. طب ده كويس، ادي سنه، السنه دي عندي منها 6 شهور،
الست شهور القادمين. لا ما ده احنا دلوقتي احنا عملنا المناقصه خلاص. عملت المناقصه؟ اه فعلا مناقصه عامه دي مطروحه. مطروحه دلوقتي؟ اه طرحت على ما تخلص ويجي لنا المناقصه العامه دي هتخلص دي هتكفينا سنه. حضرتك حطيت فيها كل المواصفات كل المواصفات المطابقه وكل حاجه وكل الشركات تدخل كل الشركات العامه والخاصه كل واحد يخش وارخص سعر نجيبه. لو حد عنده مصنع البان في مصر بيصدر للخارج يقدر يدخل؟ اللي عايز يخش يخش مفيش شرط ان اللي من بره حديله فلوسه كاش ولا ليا دعوه. لكن انت هديك الفلوس كل اربع شهور. بص حضرتك انا عملت الاتي، انا جبت اساتذه من كل من طب الاطفال ايوه واساتذه ومديرة معهد التغذية وبعض الناس معهد التغذية، قلت لهم اعملوا المواصفات، ادي المواصفات. المناقصة هتطرح بالمواصفات ديت، اللي عنده المواصفات دي يخش تتكون لجنة تختار المواصفات وأرخص الأسعار وناخدها. مين هيدخل فيها؟ قواعد المناقصة مين اللي هيعملها؟ يعني قواعد العامة بتاعت المناقصة. قواعد العامة لأي مناقصة اللي نظمها قانون المناقصات. دي بتتم من الوزارة؟ طبعا دي بتبقى لجنه واللجنه دي بيحضرها ناس من مجلس الدوله زي اي مناقصه. اقصد ضوابط المناقصه زي حد كده ممكن تتفاجئ بان حد لعب لعبه كده وضيف جمله يعني تعطل الدنيا كلها ما اتلعبت قبل كده ولا اتلعبت ولا حاجه. هي مناقصه عامه غير مشروطه. غير مشروطه خالص. اللي هيقدم لك افضل سعر بافضل منتج مطابق للمواصفات اللي اتعملت هياخد ارخص سعر للبلد دي افضل منتج للبلد دي هيتاخد. وده اخر مناقصه. بعد كده بعد عندنا كده هيبقى عندنا مصنع البان عندنا ناس بتشتغل وعندنا عيال بتاكل لبن بس كويس بس كده وخلصت كده. طيب القصه بتاعت الامصال الامصال كمان فيها مافيا وفيها مش مافيا ولا حاجه. هي الامصال في عندنا مشكله مش مافيا. لا الامصال ان احنا عندنا في بنستورد امصال بكميات كبيره. بنصرف قد ايه على الامصال؟ لا كتير جدا. لا كتير بنخش في مليارات طبعا. مليارات اه طبعا طبعا. وبرده ده كان احد الملفات اللي عرضتها على الرئيس ان احنا عندنا في امصال دي مشكله. في الوقت اللي انا لقيت لما قعدت مع الناس بتوع فاكسيرا ان احنا عندنا مصنعين موجودين مبنيين في مصر على ارض مصريه واحد منهم جزء من تجهيزاته موجوده. لما قعدت معاهم هم قالوا لي الكلام دوت وعايز ان هو يخلص. مصنع مصنعين عندنا مصنعين واحد مصنعين. بتاع الحقن لا غير الحقن كمان دي حاجه تانية. ايوه الحقن دي موضوع تاني. مصنعين امصال موجودين ينفع ان احنا نجيبهم ونخلصهم وعايزين كلام بسيط جدا. انت بتتكلم في ارقام ما بين 250 الى 500 مليون. طب ما هو دي نخلصها. فعرضتها على الرئيس وطلع قرار فعلا بان اللي هتتحمل الدوله بمعنى اصح الرئاسه بمعنى اصح القوات المسلحه هتتحمل المبلغ دوت المبالغ ديت. دي لوزاره الصحه ودي لمصر مش لوزاره الصحه. ايوه انا فاهم. هي يعني وزاره الصحه بتاعت حضرتك هي مصر بالظبط كده. اقصد ان هتبقى الملكيه في النهايه لوزاره الصحه. وبعت وجات لي التوجيهات اتبعتت من قبل رئاسه الجمهوريه الى مجلس الوزراء ثم جاء لي بجواب من رئاسه الجمهوريه من مجلس الوزراء بالبدء في استكمال هذه المصانع وان شاء الله هتستكمل. بمنحه من وزاره الدفاع؟ مش منحه من القوات المسلحه. القوات المسلحه هي اللي تتولى. يعني انت مش هتتكلف في الماليه؟ لا خالص. بقرار رئاسي بالظبط كده. والمصانع دي ممكن خلال سنه تكون شغاله برضه ان شاء الله باذن الله لانها موجوده وما ندفعش مليارات بالظبط كده. طب مصنع الحقن اللي كان محتاج 26 مليون؟ مصنع الحقن ده بقى اهو زي موجود عندكم هنا اهوت برضه. ده قصه من الحاجات اللي احنا لنا. مصنع الحقن ده مش اي حقن. هو مصنع حقن ذاتيه التدمير. اي دي اللي هي يعني المفروض ان هي الوقايه للبلد دي من فيروس سي. احنا طول ما احنا عندنا فيه حقن بيتم تداولها وبتتم بتستخدم اكثر من مره لن يكون لهذه البلد وقايه من فيروس سي باي صوره من الصور. برضو نرجع ونقول عندنا المصنع كامل عايز يخلص بتجهيزاته. تجهيزاته 416 مليون جنيه. تجهيزاته 416 فقط. جالي توجيه من رئاسه الجمهوريه بان احنا نجري هذا المصنع او نعمله نكمله. امبارح في جلستي مع رئيس الوزراء قلت له على المصنع ده ووافق ان انا اقدم له طلب في مجلس الوزراء بقى بدراسه ويتم موافقه مجلس الوزراء ويحمل على خزانه الدوله وان شاء الله باذن الله هيتم استكمال. بنتكلم في كلام فاضي اقل من نصف اللي بنستورد بيه في سنه واحده ويبقى عندي الانتاج في مصر. بالظبط كده. طيب سياده الوزير ثلاث ملفات عايزهم في جمل. الكادر كادر الاطباء. والله دي كادر الاطباء مش جمله. لا كادر الاطباء دوت انا هم عملوه وعملوا فيه حاجه غريبه جدا كده من فيه ان شالوا فيه صفه اللي يشتغل ياخد. لا يعني قال لك ايه؟ قال لك ان هي كل واحد هياخد مبلغ فيكسد. اشتغلت هتاخده ما اشتغلتش هتاخده. وشالوا اي تمييز علما بان احنا فيه جوه كل مستشفى ما يسمى باسم صندوق تحسين الخدمه. ايوه صندوق تحسين الخدمه ده بياخد فلوس بهدف ان هي يدي او يكافئ اللي بياخد عن اللي ما بياخدش. اتلغى
والفلوس موجودة في هذا الصندوق ومحدش بياخدها. كل ما في الموضوع ان الكلام ده عرض عليا. نعم. هم عمالين بيتكلموا على الدكاتره. الكادر ده خلاص اتطبق، ولكن أي. الدكاتره الفلوس دي اللي بتاخدوها الحقيقه هي مش كفايه، والفلوس موجوده فعلا في صندوق تحسين الخدمه ممكن انها تضاف وتحسن من حالهم. فاللي حصل ان انا قدمت طلب الى مجلس الدوله بتعديل هذه الفقره، ان يبقى صندوق هو مكتوب كده على ان تكون من موازنة الدولة أو من الأموال العامة للدولة، إحنا بس هنغير الجملة ديت وتبقى إن ممكن ياخد من صندوق تحسين الخدمة، وبالتالي تزيد الفلوس اللي هي محسوبانه في الكادر. وإن شاء الله هزف هذا الخبر لأطباء مصر قريبا جدا إن فلوسهم هتزيد أحسن من فلوس الكادر موجودة. فاضل حاجة. أيوه. هذا القانون لما طلع قانون الكادر ده استثنى الولاد أو الأطباء بتوع التأمين الصحي. نعم. وهم مستثنين. برضه لما جيت لقيت الآتي حاجة برضه موجودة، إن الناس بتوع التأمين الصحي كانوا مقدمين على طلب إنهم ياخدوا نسبة من فلوس السجاير. أيوه. ونسبة من فلوس اللي هم بياخدوهم الأطفال وهم داخلين عند بداية الدراسة. هذه النسب تصل إلى 2.7 مليار، 2.7 مليار يدخلوا التأمين الصحي لتحسين حالة الأطباء. قرار خلص ومضى من مجلس الوزراء وحاليا في رئاسة الجمهورية، وإن شاء الله في خلال أسبوع هيكون ممضي من فخامة الرئيس وكده فلوس الدكاترة. أنا عايز أقول حاجة، أنا دكتور وأنا مانيش جاي من بلد تانية، وكل اللي نفسي فيه إن زمان العيان ينبسط لازم الدكتور ينبسط. العيان مش هيتبسط إلا إذا كان الدكتور مبسوط. طيب في التمريض مثلا أثير محمود بتقول أنا مش هقدر أطرح أسئلكم كلها، أنا حد الورقة لسيادة الوزير. موضوع التمريض الخاص وبعد ضياع سنة من عمرنا وعمل اختبارات لعشر تلاف النتيجة لم ينجح أحد، علشان الوزير الجديد ملوش دعوة بقرارات الوزير القديم، وإحنا اللي ضعنا في النص. كل مشكلتنا إننا عايزين نتعلم ونكمل دراسة تكملية سنتين، ما شفناش غير الإهانة وضياع حقوقنا، علما أن وزارة الصحة فيها عجز في التمريض 35 ألف، باعتراف من الوزارة نفسها. إيه المشكلة لما نكمل دراسة سنتين ونسد العجز اللي عندهم وتتحل مشكلاتنا ونتساوى بالدفع اللي قبلنا؟ التمريض ملف جميل جدا وملف هام جدا، زي ما اتكلمنا على الاطباء لازم نتكلم على التمريض. تمام. اولا في حاجتين، في تعليمهم زي ما اتكلمنا عن تعليم الدكاتره، واثنين في فلوسهم. انا مش هبتدي الحقيقه بتعليمهم، خلي تعليمهم دي في الاخر، انا هبتدي بفلوسهم. وانا هعرض على حضرتك الممرضات في مصر بياخدوا كام. طيب، وانا قلت الكلام ده امبارح لدوله رئيس الوزراء، الممرضه بتاخد في الشيفت ال 12 ساعه 12 جنيه. 12 جنيه، 15 جنيه. لو هي متخرجة من كلية التمريض يبقوا 20 جنيه في ال 12 ساعة. هل هذا يعقل؟ ده لو بتبيع مناديل. هل هذا يعقل؟ لا لا يعقل. طيب، الفترة اللي أنا كنت فيها عميد عملت رعايات في كلية طب جامعة عين شمس، عدد أسرة الرعاية كانوا 58 سرير. قعدت مع مدير المستشفيات وقلت له عايزين نجهز بقى نفسينا، خلاص احنا عملنا الرعايات. قال لي استنى دقيقه واحده، احنا عندنا مشكله. ايه المشكله؟ قال لي انت ما عندكش تمريض يمشي 58. قلت له يعني انا صرفت عليهم الرعايات ديت ملايين وما عنديش حد يشغلهم؟ قال لي بالظبط. عملنا مجلس مستشفيات وطلعنا قرار بزياده فلوس التمريض في مستشفيات جامعه عين شمس الى 110 جنيه في الشيفت. امبارح وانا قاعد مع دوله رئيس الوزراء قلت له هذا الكلام، قلت له الممرضات دول إذا ما ارتفعش نسبة الشيفت من 15 و20 جنيه إلى 100 إلى 120 جنيه لن يكون للتمريض قائمة في مصر. ولن تكون مهنة نستنى منها خير. عشان لو جيت حصيت بصيت كده حضرتك هتلاقي إن دي بترتفع تقريبا 10 مرات. سألني سؤال، دي تكلف الدولة قد إيه؟ فأنا واضح وصريح هتكلف الدولة حوالي 3.1 مليار. والحقيقه انا فوجئت ان رئيس الوزراء تحمس جدا وقال لي احنا لازم نعمل كده. ده كويس. والكلام ده امبارح. طيب الناس اللي عايزين يكملوا السنتين دي لسه دي واحد. ايوه. ده احنا قلنا ايه؟ الفلوس. نيجي نتكلم بقى على التعليم. النهارده تعالى نتكلم على الممرضه دي بيحصل لها ايه عشان تتعلم. احنا بناخد التمريض بناخدهم يا اما من اعداديه يا اما بناخدهم من ثانويه. فجاه كده لقينا طلع قرار بان هم يتم الغاء اللي جايين من اعداديه. علما بان ده تعليم فني
ماشي. نعم. بس هو الحقيقة القرار ده لأن الولاد اللي كانوا بيخشوا من إعدادية 3 سنين بيدرسوا تمريض باللغة العربية ويطلع قبل الدكاترة يلاقوهم بيتكلموا على التمريض بالإنجليزي غير كافي التعليم اللي بياخدوها، فكده مش كفاية. فكان لابد أن أنا أقعد مع الستيك هولدر المسؤولين عن الكلام دوت في أول عملي. فجبت عميدة كلية التمريض السابقة في طب عين شمس الدكتورة صباح مع المسؤولة عن التمريض في مصر الدكتورة كوثر، وعملنا مسارات للتمريض. هذه المسارات ان الممرضة اللي بتبتدي من إعدادية نفتح لها، بس بدل ما تقعد 3 سنين تقعد 5 سنين كويس، وتاخد بعد كده دبلوم فني، وبعد ما تخلص لو عايزة تكمل نعمل لها حاجة اسمها دبلوم تقني بكالوريوس تقني تكمل في كلية التمريض. ده واحد. واللي من ثانوية عامة اتس اوكي تيجي يقعد 2.5 سنين ويخلص، وبعد ما يخلص عايز ياخد بكالوريوس تقني ياخده. والكلام دوت تم عرضه على دولة رئيس الوزراء وخدنا منه موافقه، وقال لي امبارح قال لي جهز القانون وهناخد الولاد دول وهيكملوا تعليمهم ويتعلموا في مسارات يعني جيده باذن الله. ال 10000 دول ما يقلقوش ان شاء الله يا فندم جايين ان شاء الله. طب ده كلها النهارده يوم بشرى، حضرتك خدت قرار بوقف السوفالدي من الخارج و طبعا ان يكون الاعتماد على السوفالدي صناعه مصريه، ده حمايه للصناعه المحليه والناس اللي عملوا مصانع، ولا ثقه في المنتج المصري؟ مش مسألة منتج مصر ولا حاجة، ونوفر فلوس، مش مسألة منتج مصر ولا حاجة، هي قصة بسيطة جدا. برضو أول ما جيت جبت الناس بتوع لجنة الفيروسات اللي ماسكين علاج فيروس سي، قلت لهم دلوقتي إحنا عندنا بنجيب سوفالدي أو بنجيب علاج لفيروس سي أيا كان اسمه من بره مصر، وعندنا في علاج لفيروس سي خلص منه السوفالدي وبقى موجود مصري، أنا هوزع ورقة على كل الناس يكتبوا لي فيها ان السوفالدي المصري المحلي مش بنفس جوده السوفالدي المستورد. قالوا لا، نفس الجوده، نفس الجوده، والكلام عن ارتداد حالات والكلام ده اجمعوا كلهم حوالي 18 ل 20 بروفيسور في هذا المجال ان ده زي ده. قلت لهم خلاص جميل جدا، يبقى لا سوفالدي مستورد من اليوم، والسوق يغطي، المصانع تغطي من 1 يناير. من 1 يناير الكلام الذي تردد على ان السوفالدي بعض الحالات انتكست مره اخرى بنسب حضرتك كبيرة. حضرتك نسبه الانتكاسه في السوفالدي مصري 98% نجاح، 2% انتكاسه، دي اسمها انتكاسه؟ لا، بس 2% دي نسبه كويسه جدا. بس كده سياده الوزير، انت عندك 18 مستشار اعلامي؟ عندي واحد بس. واحد بس، اسمه خالد مجاهد، صغير كده صغنون، شاب جميل. سيادة الوزير أنا ممتن لحضرتك جدا وبشكرك جدا، وإحنا معاك المشاريع كتير والأحلام كتير، ملف الصحة ملف واسع وكبير قوي هنحتاج إن إحنا نتكلم فيه تاني إن شاء الله. إحنا مع حضرتك طول ما أنت داخل معركتك، إذا كانت معركة للإصلاح فإحنا معاك إن شاء الله معاك. بإذن الله إن شاء الله. نورتني، شكرا، بشكرك جدا، جزيل شكر. بشكر دكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان. ما تكلمناش عن السكان عشان السكان ده ملف تاني خالص، انضم للوزارة وسيادة الوزير عين نائب وزير لسه مش انا اللي بعين، ده الرئيس اللي بعين. ايوه، في اسم حضرتك طرحته لتولي هذا المنصب؟ ما طرح، بس مش دي اللي بيعين رئيس الجمهوريه، ولسه الرئيس معين لسه. طيب ان شاء الله ملف السكان هنروح له، لان ملف السكان كبير، كان وزاره وراحت الوزاره وانضمت، هل هي عبء على السيد وزير الصحه ام لا؟ انهي الحوار باسئله ولا كفايه كده؟ طيب بشكركم، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. مصر بخير، طول ما انتم بخير تصبحوا على خير.